هناك مشكلة لدى المستثمرين والتجار بخصوص يعني قرارات البنك المركزي بتحويل العملة الأجنبية، ومعانا السيد النائب مجاهد نصار. سيادة النائب اتفضل يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا بيك. ماذا عن هذه المشكلة؟ معانا الرئيس دلوقتي في الوقت الوقتنا هذا برضو ما بتدبرش للسلع اللي هي المنتجات اللي هي قطع الغيار او المكن او مستلزمات الانتاج وقتنا هذا. لكن المشكله الغريبه بقى اللي احنا يعني بتدمر الصناعه، ان البنك بيقبل اي تاجر بيحول الفلوس من بره، يعني ممكن بيشتري الدولار طبعا من بره الدولار ب 26 ونص و26 70 بيشتريه باعلى سعر ويحط 5% عموله ويحوله بره مثلا الصين او تايوان او اي بلد يجيب منها بضاعه ويحولها عن طريق اي شركه ثانيه. نعم. ويجيب الـ 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 البضاعه بدون ادنى مسؤوليه عن البنك. في الحاله ديت البنك بيديله نموذج 4، ودي من اكبر المشاكل اللي موجوده حاليا دلوقتي، اللي هي ممكن التاجر شايف السلعه ناقصه بيبيعها ب 10 اضعاف، او ممكن التاجر بيدمر الصناعه المصريه. احنا حضرتك حاجه غريبه جدا، البنك انت لما تيجي تودع البنك مليون ولا 2 مليون يقول لك انت جايب فلوس ازاي؟ طب ليه ما بيسالش التاجر انت جايب فلوس ازاي؟ ويديله المستندات ازاي؟ ويديله نموذج 4 يفرق عن المستندات وما بيسالوش اي حاجه. طب وليه لا ليه يلف في اللفه دي؟ فانا بطلب من البنك المركزي ان حتى على الاقل، لا اما مش عارف تدبر للمصانع، طب انت دلوقتي ادي على الاقل اقبل الفلوس من المصانع دولار وخد انت ال 5% للمصانع. المصانع واقفه مش عارفه تشتغل والعمال بتطالبنا بزياده، الامور بقت صعبه جدا. احنا عندنا العمال بتطفش مش قادره تشوف، مش قادره تعيش خالص من العيشه الغاليه. نعم. ففي بعض مصانع 20% من العمال طارت منها وفي منين ما بيشتغلوش. فما انا بطالب معالي الرئيس دلوقتي لازم البنك المركزي على الاقل يقبل الدولارات من المصانع عشان خاطر تجيب الحاجه بتاعتها، او يدبر لها. هو مش عارف يدبر لها، ده بيقبل، ده كده بيساعد على التهريب وبيساعد على المخدرات وغسيل الاموال من طريقه غير شرعيه. يا معالي الرئيس، البنك المركزي في غفله دلوقتي، ازاي بيقبل دون ادنى مسؤوليه للبنوك وكده؟ كل التجار راحت للطريق الشمال للطريق الغلط، كده المصانع هتقف وكده البضاعه كلها هتزيد. بيبيع زي ما هو عايز، التاجر بيبيع ب 10 اضعاف وخمس اضعاف زي ما هو عايز، بتدفع ناقصه ما بتفرقش معاه، وكله على المستهلك بيدفع 5% زياده عموله، وبيجيب بقى اغلى سعر دولار عشان عارف البضاعه البنك مش هيطبر، واللي معاه فلوس هو اللي بيشتغل، والمصانع الثانيه مش عارفه تشتغل خالص. فانا بطلب انت مش عارف تدبر، ادي المصانع هي اللي تقبل منها الفلوس، ما تقبلش من التجار. التجار دي عايز تكسب وبس، مش عارفه أهمية الصناعة ولا أهمية المنتج في المصنع. نعم. عنده ألوفات من العمال عايزة تعيش. صحيح. شكرا ليك سيادة النائب مجاهد نصار، واحنا بنرفع الحقيقة هذه المشكلة إلى السيد محافظ البنك المركزي، واحنا على ثقة بأن السيد حسن عبد الله سيعطي هذه المشكلة قدر كبير جدا من الاهتمام. صحيح في أزمة في العملات الصعبة، لكن زي ما بيقول سيد النائب مجاهد نصار بيدي اقتراحات محددة، أتمنى أن تناقش، وأتمنى أن احنا نسمع رجال الصناعة ورجال الأعمال، لأنه حقيقة الأزمة بتتفاقم فيما يتعلق بأوضاع المتعلقة بالاستيراد من الخارج ومستلزمات وغير ذلك من الأمور، مع ندرة العملة ومع الإجراءات اللي بتتاخد. ده بالتأكيد عامل مشاكل كبيرة منعكسة حتى على حالة المصانع وعلى العمال في المصانع.